ليه بنلبس الساعة في ايدينا الشمال؟ السبب بيرجع لجنود الحرب العالمية الأولى. سنة 1904 طلب طيار من صانع الساعات المعروف لويس كارتي انه يصمم ليه ساعة تساعده في رحلاته الجوية، وبالفعل تم تصنيع ساعة سانتوس عشان تبقى أول ساعة يد رجالي، لأن ساعتها كل ساعات اليد كانت للسيدات كنوع من أنواع المجوهرات. ومع الحرب العالمية الأولى زاد استخدام ساعات اليد من قبل الجنود لأنها بالنسبة لهم أحسن بكتير من ساعات الجيب، لكن كانوا بيلبسوها في إيديهم الشمال، وده لأن السلاح بيبقى دايما في إيديهم اليمين فتبقى أسهل عليهم إنهم يعرفوا يبصوا في الساعة. ولو فاكر إن الفيديو خلص ففي لسه سبب تاني منطقي، إن أغلبنا بيستخدم إيدي اليمين، ده ممكن يخلي الساعة يجي عليها مية أو تتخبط، فأأمن ليها إنها تتلبس في إيدينا الشمال الأقل استخدام. حد يجي يسألني معنى كده لو أنا أشول ألبسها في إيدي اليمين؟ دي بتاعتك. ما تنسوش الفولو لزوم الثقافة وكده.